بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين، يشرفني أن أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية في الشق الاقتصادي المتعلق بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2013. وقبل أن أعرض على أنظاركم الخطوط العريضة لهذه المداخلة، لا بد في البداية أن أشيد بالروح الجدية والمستوى العالي للحوار الذي تميزت به أشغال اللجنة، على الرغم من الحدة التي طبعت بعد التدخلات، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على حرص ممثل الأمة على المشاركة الفعالة في إغناء النقاش بالنقد البناء، ولكن أساساً بالاقتراحات الوجيهة، وبخصوص أهم مشروع يتم التداول فيه سنوياً في مجلسنا الموقر. كما لا تفوتني المناسبة أيضاً بأن أشيد وأنوه بالسادة الوزراء على الصراحة التي ميزت تدخلاتهم وتفاعلهم وتجاوبهم مع ملاحظات وتساؤلات وانتقادات وطلبات السيدات والسادة النواب، سواء أكنوا في الأغلبية أو المعارضة. كما أتوجه بالشكر الجزيل لأطر مجلس النواب وموظف القطاعات الوزارية على ما بذلوه من جهود وما قدموه من تضحيات كبيرة لتمر اجتماعات اللجنة في ظروف جدية وجيدة. تنزيلا لميثاق الأغلبية الحكومية، نظمت فرق الأغلبية والمجموعات النيابية يوما دراسيا حول مشروع قانون المالي سنة 2013 بحضور زعماء الأحزاب السياسية المشاركة في الائتلاف الحكومي. مكن السيدات والسادة النواب من الاطلاع على تفاصيل المشروع، وكان أيضا مناسبة لطرح الأسئلة حول مرتكزاته وفرضياته وأولوياته. لقد كانت الغاية من تنظيم هذا اليوم تزويد فرق الأغلبية بالمعطيات الكافية التي من شأنها إغناء النقاش والدفاع عن المشروع دون إغفال فضيلة إسداء النصح والاقتراح البناء والوجيه. وفي نفس التوجه، أقدمت مختلف فرق الأغلبية والمجموعات النيابية المساندة على تعميق النقاش حول مضامين المشروع، أسفر بعد نقاش عميق وتحليل مستفيض عن تقديم تعديلات مشتركة بلغت 58 تعديلا، منسجمة مع الاختيارات والتوجهات الحكومية المتضمنة في برنامجها الذي صادق عليه مجلسنا الموقر. سيد الرئيس، سادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، إذا كنا في فريق العدالة والتنمية قد وصفنا قانون المالي سنة 2012 بالانتقالي، نظرا لكونه بني أساسا على الصيغة المقدمة من طرف الحكومة السابقة، مع إدخال تعديلات جوهرية منسجمة مع برنامج الحكومة الجديدة، فإن مشروع قانون المالي سنة 2013 يعتبر بحق أول مشروع حقيقي لبداية تنزيل البرنامج الحكومي الذي على أساسه نالت الحكومة الثقة من البرلمان، كما يشكل فرصة لترسيخ نموذج تنموي يستمد مقوماته الأساسية من الإمكانيات الذاتية المتوفرة لبلادنا، بغية بناء اقتصاد وطني قوي متنوع الروافد القطاعية وتنافسي ومنتج للثروة وللشغل اللائق وضامن للتوزيع العادل لثمار النمو، وذلك على الرغم من الإكراهات الوطنية والصدمات الخارجية التي تواجه هذا النموذج من جهة، ومن تفاقم العجوزات المتعلقة بالميزانية والحسابات الخارجية والتنامي المطرد لحاجية المواطنين من تجهيزات أساسية ومرافق اجتماعية من جهة أخرى. كما تعلمون، لقد تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2013 في ظل وضعية دقيقة تميزت باستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وتراجع حاد لآفاق النمو، ولا سيما لدى شركائنا الأساسيين في الاتحاد الأوروبي سنة 2013 من 0.7 إلى 0.2% جراء استمرار أزمة الديون السيادية وتدهور مؤشرات الالتقائية المتعلقة بالمالية العمومية، ولا سيما عجز الميزانية وعجز الميزانية وحجم المديونية والتضخم. ومما زاد الوضع تفاقما استمرار ارتفاع أسعار البترول والمواد الأولية وتراجع وتيرة نمو المبادلات التجارية العالمية لتنتقل من 5.2% إلى 4.5%. كل هذه العوامل وغيرها
دفعت صندوق النقد الدولي الذي كان متفائلاً في الربع الأول من السنة الحالية بخصوص آفاق النمو العالمي إلى مراجعة توقعاته برسم سنة 2013 من 4% إلى 3.3%، فالسياسات التي تم تبنيها من قبل بعض البلدان المتقدمة لم تتمكن بعد من إعادة بناء الثقة، ويتعلق الأمر بالخصوص بآلية الاستقرار الأوروبية. في ظل هذه الظرفية الاقتصادية العالمية المتفاقمة ولا سيما في منطقة الأورو، لم يسلم المغرب من آثار هذه الصدمات الخارجية، ساهم في مضاعفة حدتها سنة فلاحية متوسطة جراء آثار الجفاف والصقيع، مما قلص من القيمة المضافة للقطاع الفلاحي في الناتج الداخلي الخام وتراجع الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب وتراجع تحويلات مغاربة العالم وانخفاض عائدات السياحة. كل هذه العوامل ساهمت في رفع في ارتفاع عجز الميزانية 6.1% أو 50 مليار درهم، وتفاقم عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات 8%، وتقلص الاحتياطي من العملة الصعبة. على الرغم مما ذكر، فإن الاقتصاد الوطني وبفضل الاختيارات الاستراتيجية المعتمدة المبنية على دعم الطلب الداخلي ودعم الاستثمارات العمومية وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ونهج سياسة الأوراش الكبرى وتعزيز الإصلاحات السياسية التي توجت بدستور فاتح يوليوز 2011 وانتخابات 25 نوفمبر 2012، توجت بتكوين حكومة سياسية تحظى بدعم شعبي، مكن بلادنا من استقطاب استثمارات أجنبية جد هامة وتحقيق معدل النمو غير الفلاحي في حدود 4.5% والتحكم في التوازنات الماكروإقتصادية. لقد ساهم جو الاستقرار الذي ينعم به المغرب خلافا لبعض دول الجوار من كسب ثقة الهيئات المالية الدولية ووكالة التنقيط المتخصصة في دعم المساري الإصلاحي الذي اختاره المغرب، توج بمنح المغرب خط الوقاية والسيولة بمبلغ 6.2 مليار دولار لا يمنح إلا للدول التي تتوفر على اقتصاد وإطار مؤسسات متين وتتبنى سياسة اقتصادية سليمة وتتوفر على عزيمة قوية لمواصلة الإصلاحات في المستقبل. هذا وقد توجت هذه الثقة بتثبيت التنقيط الذي حصل عليه المغرب من طرف وكالة ستاندرد أند بورز وفايتش رايتن في الوقت الذي عرفت فيه بعض الدول المجاورة تدني تنقيطها. لقد تمت صياغة مشروع القانون المالي لسنة 2012 على أساس فرضيات تتميز بالواقعية، لكنها في نفس الوقت مشوبة بالحذر. وبهذا الخصوص حددت الحكومة معدل النمو في حدود 4.5% أخذا بعين الاعتبار سنة فلاحية متوسطة، علما أن صندوق النقد الدولي يتوقع للمغرب معدل النمو في مستوى 5.5%، لكن تذبذب آفاق النمو واستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية ولا سيما مع الشركاء الأساسيين وانعكاسها على الاقتصاد المغربي يفرض توخي الحذر، على الرغم من تباشير موسم فلاحي جيد نتيجة التساقطات المطرية الأخيرة التي عرفتها بلادنا. وفيما يتعلق بعجز الميزانية وتنفيذا للبرنامج الحكومي الذي يروم العودة التدريجية في أفق سنة 2016 إلى معدل 3%، فقد حدد العجز بالنسبة لسنة 2013 في 4.8% من الناتج الداخلي الخام عبر اتخاذ التدابير العديد من التدابير، نجمل أهمها في أولا تحسين نسب تحصيل الموارد الجبائية والجمركية، تعبئة الباقي استخلاصه والرفع من المساهمات المالية للمؤسسات والمنشآت العامة في الميزانية العامة للدولة، وترشيد النفقات العمومية ولا سيما عبر تقليص نمط عيش الإدارة والتحكم في نفقات صندوق المقاصة. كما اعتمد مشروع قانون المالية لسنة 2013 متوسط سعر البترول في حدود 105 دولار للبرميل، وهو تقريبا نفس المعدل الذي اعتمده تقرير الدراسات الاقتصادية والمالية الصادر في شهر أكتوبر 2012 عن صندوق النقد الدولي والذي حدده في 105.10 دولار. السيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب، يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2013 المناسبة الحقيقية لترجمة التوجهات الكبرى للبرنامج الحكومي. وفي هذا الصدد فإن المشروع حدد ثلاث أولويات أساسية، وهي أولا تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج وتطوير آلية التشغيل، ثانيا تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية،
ثالثا إنجاز الإصلاحات الهيكلية الضرورية وتحسين الحكمة لتحقيق تنافس الاقتصاد الوطني ودعم الاستثمار المنتج. فإن مشروع قانون المالية لهذه السنة وضع عدة آليات للوصول إلى هذا الهدف، وفي هذا الإطار لا يسعنا إلا أن نشيد ونحيي الحكومة على الجرأة والإرادية والابتكار والاحترافية التي ميزت إعداد هذا المشروع. ففي الوقت الذي تنهج فيه بعض الحكومات تحت ضغط الأزمة الاقتصادية العالمية سياسات تقشفية صارمة والزيادة في الضرائب، أبت إلا أن تستمر في تدعيم وتثمين الاستثمار العمومي بأن خصصت له ما يزيد عن 180 مليار درهم لإنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى من طرق سيارة وسريعة وموانئ وسكك حديدية ومنشآت تعبئة الموارد المائية وتطوير الطاقات المتجددة وتنزيل السياسة القطاعية. إن إنجاز هذه الأوراش بالفعالية وبالفاعلية مع ضمان انسجام أهدافها والحرص على التقائيتها وتجويد حكامتها لمن شأنه أن يضع المغرب على المسار الصحيح للتنمية، ولا يساورنا أدنى شك في أن الحكومة بكل مكوناتها ستحرص كل الحرص على إنجاح هذه الأوراش، لأنها هي الكفيلة على المدى المتوسط من استقطاب المستثمرين وتحقيق نمو مستدام يحقق الثروة ويضمن الشغل الكريم لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين بالموازاة مع الإجراءات الأخرى المتضمنة في المشروع. ويتعلق الأمر على الخصوص بتطوير آلية التشغيل وإحداث أزيد من 24,000 منصب شغل. وفي نفس التوجه اتخذت الحكومة إجراءات شجاعة لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل ما يزيد عن 77% من النسيج المقاولات المغربي، وذلك بتخفيض الضريبة على الشركات إلى حدود 10% بالنسبة للمقاولات التي تحقق ربحا يقل عن 200,000 درهم، وقد تم تعديل هذا المقتضى برفع هذه الشريحة إلى الشريحة من الشركات التي تحقق ربحا صافيا يعني يناهز 300,000 درهم. ثانيا، تشجيع المقاولات التي تنتمي للاقتصاد غير المهيكل لولوج الناس الاقتصادي من خلال تمديد الفترة المتعلقة بتنفيذ التدابير التحفيزية لفائدة الخاضعين للضريبة الذين يعملون في القطاع غير المنظم من أجل تحفيزهم على الاندماج في النسيج الاقتصادي الوطني، وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2013. إجراءات للرفع من تنافسية المقاولة الوطنية ودعم النسيج الإنتاجي من خلال تمديد آجال الاستفادة من خفض الضريبة على الشركات عند ولوج المقاولات إلى البورصة عند فتح رأس مالها أو الرفع منه إلى غاية ديسمبر 2016. الرفع من معدل الضريبة المحصلة عن طريق الحجز من المنبع على منتوجات الأسهم والاقتطاعات الضريبية والمداخل المماثلة من 10% إلى 15%، وذلك بهدف تشجيع التمويل الذاتي وتحقيق العدالة الجبائية. تمديد النظام الانتقالي المتعلق بعملية الاندماج إلى 31 ديسمبر 2016. الإعفاء الكلي للدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المنجزة في إطار مخطط الادخار. الإعفاء الكلي للدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة المنجزة في إطار مخطط الادخار لصالح الشركات بشرط أن تتم إعادة استثمارها ضمن نفس المخطط خلال فترة 5 سنوات، وذلك من أجل تشجيع المستخدمين بمساعدة المقاولة التي يشتغلون لصالحها على تكوين محفظة من القيم المالية وبالتالي تشجيعهم على الادخار. وفي إطار تعزيز الثقة بين المصالح الضريبية والجمركية والملزمين، قررت الحكومة في إطار مشروع قانون المالية لهذه السنة إلغاء الغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل بالنسبة للملزمين الذين يقومون بتسديد أصل الضرائب قبل 31 ديسمبر 2013. تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. ويتعلق الأمر في هذا الصدد بتأهيل المنظومة التعليمية وتيسير الولوج للخدمات الصحية وللسكن ومحاربة الأمية والفقر والهشاشة. وقد رصدت الحكومة لهذه الغاية 68.4 مليار درهم. وبخصوص المناطق الفقيرة والمعزولة من العالم القروي والمناطق الجبلية، فقد تمت مضاعفة الاعتمادات المرصودة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، بحيث انتقلت الاعتمادات من 500 مليون درهم سنة 2011
إلى 1.5 مليار درهم سنة 2013، تضاف إليها اعتمادات البرامج القطاعية الأخرى، الكهرباء والماء الصالح للشرب والمسالك القروية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والصحة والتعليم، والتي تفوق 20 مليار درهم. كما تم نهج مقاربة جديدة ترتكز على تعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصاً، وتبني تكاثف وتضافر الجهود لأجل التقائية ونجاعة البرامج والمشاريع المسطرة لتنمية هذه المناطق، حتى يتمكن قاطنوها من فك العزلة عنهم وتمكينهم من شروط العيش الكريم والاستفادة من ثمار نمو بلدهم. وفي المجال الاجتماعي، عمقت الحكومة توجهها الاجتماعي عبر دعم التماسك الاجتماعي والتضامن والبحث عن آليات للتضامن وبث هذه الروح من خلال 3 إجراءات: مساهمة تضامنية للشركات التي تتجاوز أرباحها 20 مليون درهم التي تشتغل في مجالات توفر لها هامشا كبيرا من الربح. إقرار مساهمة على الأشخاص الذاتيين تحتسب على جزء الدخل الصافي من الضريبة الذي يفوق أو يساوي 300 ألف درهم، وهو توجه من أجل تنزيل مقتضى دستوري يتعلق بمبدأ التضامن. يهم هذا الإجراء فقط 1% من الأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل، تخصص لبرامج المساعدة الطبية ومحاربة الهدر المدرسي. تخصيص 1 مليار درهم لتمويل نظام تيسير ودعم مباشر لذوي الاحتياجات الخاصة. الاهتمام بالعالم القروي والمناطق المحرومة والمناطق الجبلية من الخدمات الأساسية برفع غلاف صندوق التضامن إلى 1.5 مليار درهم، مع التزام الحكومة بمجهود إضافي يصل إلى 500 مليون درهم خلال هذه السنة. تخصيص 1 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تسريع برنامج التأهيل الترابي الذي يستهدف أكثر من 3000 دوار. تخصيص 40 مليار درهم لصندوق المقاصة في أفق الإصلاح والاستهداف، مع الاشتغال المتواصل من أجل دراسة الأثار والتدقيق. تسريع الاستفادة من برنامج التغطية الصحية. توسيع استفادة الفئات الفقيرة من برامج الدعم المباشر، سواء تعلق الأمر ببرنامج تسير أو برامج دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تعزيز الموارد لصندوق دعم التماسك الاجتماعي من خلال الحصة المخصصة له من الرسم الداخلي للاستهلاك على السجائر المصنعة، والتي ستصل إلى 4.5% من ثمن البيع العمومي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة لنفس الغرض. الشروع الضمني في استعادة بعض مخصصات المقاصة لفائدة الفقراء، حيث سيتم ضخ المبالغ المحصلة عن طريق استرجاع إعانات السكر من مواد الصندوق في صندوق دعم التماسك الاجتماعي. بالإضافة إلى التدابير السابقة التي لها علاقة إيجابية بخلق فرص جديدة في مجال التشغيل، ورود تدابير إرادية في مجال إنعاش التشغيل، منها استهداف إدماج 50 ألف باحث عن العمل خلال سنة 2013، حوالي 60 ألف مستفيد من برنامج إدماج. في مجال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتقائية برامجها، برمجت 102 مشروع للتكوين على مستوى التدرج المهني، سيستفيد منه 60 ألف شاب خاصة في العالم القروي. تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة التعويضات الشهرية للمدربين المتخرجين من سلك التعليم العالي أو التكوين المهني في حدود 6000 درهم. تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة جمعيات القروض الصغرى من أجل تشجيع أصحابها على تطوير أنشطتهم. إن الثقة التي تحظى بها الحكومة وامتدادها الشعبي لمن شأنه أن يمكن الحكومة من القيام بالإصلاحات الهيكلية الأساسية لترسيخ دولة القانون والجهوية المتقدمة والحكامة الرشيدة. ومما لا شك فيه أن سنة 2013 ستشكل الانطلاق الحقيقي للشروع في التنزيل الديمقراطي للدستور وتسريع وتيرة الإصلاحات والمخطط التشريعي الذي اعتمده من حيث المبدأ المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 22 نوفمبر 2012. وفي هذا الإطار نسجل في فريق العدالة والتنمية بارتياح التزام الحكومة على تفعيل مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وفي إطار المقاربة التشاركية مع كل الفاعلين الأساسيين، والتي ستنصب أساساً على منظومة العدالة الجهوية المتقدمة، تفعيل مشروع لا تمركز الإداري، إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الإصلاح الضريبي، إصلاح منظومة الصفقات العمومية، إصلاح صندوق المقاصة، إصلاح منظومة التقاعد.
إن الظرفية الاقتصادية العالمية الدقيقة والصعبة أجبرت العديد من دول الجوار إلى اتخاذ تدابير أثارت الكثير من الاحتجاجات، وجعلت هذه الدول تحت رحمة هيئات مالية دولية وجهوية تفرض إملاءاتها وشروطها دون مراعاة لحاجية مواطني هذه الدول. ولنا أن نتساءل بكل شجاعة عن الأسباب التي أوصلت هذه الدول إلى هذه الوضعية. إنكم ولا شك في ذلك تعرفون الأسباب الحقيقة لهذه الوضعية، من تفاقم عجز الميزانية وتضخم حجم الدين العمومي. وفي هذا السياق نثمن قرار الحكومة الذي يهدف إلى التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية والرجوع التدريجي بمستوى العجز في الميزانية 3% في أفق 2016، والذي من شأنه أن يدعم ويعيد بناء مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي لبلادنا، وتوفير الرؤية اللازمة للفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المغاربة والأجانب، والحفاظ على الموجودات الخارجية المتاحة، وتحسين العرض التصديري وتنافسيته. ولنا اليقين بأن الحكومة ستحقق هذين الهدفين بتفعيل الإجراءات الواردة في مشروع القانون المالي سنة 2013 وبتنزيل رزنامة الإصلاحات التي تمت الإشارة إليها سابقا. إن مشروع القانون المالي الذي نناقشه اليوم لم ينهج سياسة تقشفية ولم يرفع من الضرائب، بل بالعكس قلص منها وحافظ على سياسة إراضية لدعم الاستثمار وخلق مناصب مالية وواصل دعم القطاعات الاجتماعية. إن تحقق هذه المنجزات في ظل أزمة اقتصادية عالمية يستحق مبتكريه وباحترافية كبيرة كل الإشادة والتنويه. وهنا لا بد أن نشير كذلك إلى أننا دعما لهذا المشروع ودعما للنقاش الذي عرفته لجنة المالية، قدمت الفرق النيابية ما يناهز 247 تعديلا، قدمت منه فرق الأغلبية أزيد من 60 تعديلا، قبلت مجموعة منها سواء من طرف الأغلبية المقدم من طرف الأغلبية أو المعارضة، ومنها ما تم قبوله في إطار صيغة ذكر اللجنة. ومن هذه التعديلات التي قدمتها فرق الأغلبية، أولا توسيع قاعدة التماسك الاجتماعي عبر إدماج الشركات التي تحقق ربحا صافيا يفوق 15 مليون درهم عوض 20 مليون درهم التي جاءت بالمشروع، رفع مبلغ الدخل الصافي للمساهمة في صندوق التماسك الاجتماعي إلى 30 ألف درهم شهريا عوض 25 ألف درهم شهريا، بمعنى أن الأشخاص الذين يعني يحصلون على دخل يناهي 360 ألف درهم سنويا هم من يعني من بداية 360 ألف درهم ستتم عملية المساهمة في مساهمة دعم التماسك الاجتماعي. إقرار وتقنين إعفاء استيراد السيارات النفعية بالنسبة للمهاجرين المغاربة ولأعوان وموظفي القنصليات بالخارج، طبعا في إطار تعديل مشترك داخل اللجنة. إشكالية إرجاع الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للشركات والأشخاص العاملين في المناطق الجنوبية، وطبعا نسجل يعني التزام الحكومة بحل هذا الإشكال المتعلق بالمقاولات وبالأشخاص الذين يشتغلون بالمناطق الجنوبية والذين يعني يشكلون شريحة مهمة، لكن لهم إشكالية فيما يتعلق بإرجاع الضريبة على القيمة المضافة في المشاريع التي ينجزونها سواء داخل المناطق الجنوبية أو داخل المملكة. رفع رقم أعمال التعاون الخاضعة للضريبة من 5 مليون درهم إلى 10 مليون درهم الذي كان مقررا سابقا، حيث أنه إحنا كنا كنتمناو بالنسبة للحكومة أنه بالنسبة للتعاونات الفلاحية أنه يكون الإعفاء الكلي، ماشي غير التعاونات الفلاحية، جميع التعاونيات الإعفاء الكلي سواء من الضريبة على الشركات أو من الضريبة على القيمة المضافة. الآن هناك تقدم في إعفاء هذه التعاونيات في حدود مبلغ رقم الأعمال إلى 10 مليون ديال الدرهم. رفع وتوسيع الشركات المستفيدة من سعر 10% المطبق على الشركات من 200 ألف درهم إلى 300 ألف درهم في إطار دعم تنافسية المقاولات الصغرى المتوسطة. رفع الإعفاء الموجه إلى المتقاعدين من 40% إلى 50% في أفق الإعفاء الشامل. لا بد أن نسجل كذلك هذا التدبير يعني والقبول لهذا التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية. وسيمكن هذا الإعفاء من إعفاء جميع المتقاعدين الذين يعني يحصلون على 6000 درهم شهريا. تخفيض المدة الزمنية للاستفادة من الضريبة من الإعفاء من الضريبة على الأرباح العقارية من 8 سنوات إلى 6 سنوات
بالنسبة للسكن المتوسط نسجل كذلك قبول التعديل الهادف إلى تخفيض المساحة من 80 إلى 120 متر، والسعر إلى 6000 درهم عوضة 5000 درهم، إضافة إلى تقليص العدد من 300 إلى 150. كما نسجل كذلك قبول التعديل المتعلق بإدخال حسابات الخزينة إلى الميزانية العامة ابتداء من سنة 2015. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.